مرحبا بكم في موقع نفح مع درس جديد من دروس التفاضل والتكامل، وهو دراسة سلوك الدالة. وهنا بنعني بسلوك الدالة يعني بندرس خواص منحنى الدالة أو أهم الخواص لمنحنى الدالة اللي ممكن نراعيها عند رسم منحنى الدالة. وهنبدأ بدراسة فترات التزايد والتناقص والنقط الحرجة للدالة. والتزايد والتناقص أو اضطراد منحنى الدالة سبق درسناه في رياضة واحد، وهنا استنتجنا التزايد والتناقص من منحنى الدالة بيانيا، يعني بعد رسم المنحنى بنشوف الفترات اللي بتتزايد فيها الدالة، وبنعني بالدالة هنا هي قيم ص، واحنا عارفين ان دال س تساوي ص. أما هنا بالنسبة لرياضة 2 فهنلاقي فيه علاقة وطيدة أو بين إشارات مشتقة الأولى للدالة أو ميل المماس للمنحنى وبين تزايد أو تناقص في الدالة. فلو لقينا زي ما ظهر في الشكل اللي قدامنا في الفترة من أ لب، هلاقي هنا لو مشينا على المنحنى من اليسار كده اليمين هنلاقي إن قيم ص تتزايد، يعني الدالة التزايدية في هذه الفترة. وهنلاقي إن هنا في علاقة بين المماس عند أي نقطة من نقط هذه الفترة وتزايد الدالة، فهنلاقي إن دايما المماس بيميل بزاوية حادة على الاتجاه الموجب للمحور السين، وبالتالي احنا عارفين إن ميل المماس هو ظل الزاوية، إذا ظل الزاوية في هذه الفترة عند أي نقطة موجب، بمعنى إن المشتقة إشارتها موجبة دائما في فترات التزايد. وهلاقي زي ما قلنا في الفترة أ و ب أو في الفترة ج و د. إذا هنا شرط التزايد إن إشارة المشتقة تكون دائما موجبة أو أكبر من الصفر. وبرضو بالنسبة للتناقص الدالة زي ما هنشوف قدامنا الفترة ب و ج، هنلاقي إن المماس بيميل بزاوية منفرجة على الاتجاه الموجب للمحور السين. واحنا عارفين ان ظا او ظل الزاوية المنفرجة بيكون سالب، انه بتقع في الربع التاني، وبالتالي اشارة المشتقة بتكون سالبة في هذه الفترة عند كل نقط من نقط الفترة ب و ج. اذا الدالة بتكون تناقصية لما تكون اشارة المشتقة سالبة. هنا في حالة اذا كان عندي فترة من فترات منحنى الدالة بتكون دالة ثابتة يعني مشتقة تساوي صفر، فإذا انضمت هذه الفترة لأي فترة من فترات التزايد أو التناقص يعني مثلا فترة ج وه، الدالة حاليا تزايدية في جزء من الفترة ج ود، ثم بدأت دالة ثابتة في د وه، وبالتالي بنقول إن الدالة في الفترة ج وه إن هي مضطردة في التزايد. وبرضه إذا انضمت الفترة الثابتة لفترة تناقصية زي الفترة د وواو فبنقول إن الدالة مضطردة في التناقص، اللي هي بنشترط فيها إن د شرطة س أكبر من أو تساوي صفر أو أقل من أو تساوي صفر. وهنا لما نيجي بالنسبة لتعيين النقط الحرجة للدالة هنلاقي إن معنى نقط حرجة يعني أي نقط بتتغير عندها اضطراد الدالة أو التزايد والتناقص، فإما بيتغير الاضطراد من زي ما هنشوف برضو قدامنا من تزايد ثم تبدأ في التناقص، أو الدالة متناقصة ثم تبدأ عند هذه النقطة في التزايد، فبنسميها نقط حرجة للدالة. ولذلك النقط الحرجة بتكون موجودة في حالتين، إما عند هذه النقط المماس يوازي المحور السيني بمعنى المشتقة تساوي صفر، وهنا بنسمي دي نقط حرجة للدالة، وإما المشتقة غير معرفة يعني يوجد مشتقة يمنى ومشتقة يسرى غير متساويتين زي ما عرفنا من
قابلية الاشتقاق قبل كده، ودي برضو بتكون نقطة حرجة وبنسميها نقطة انكسار منحنى الدالة. ويوجد حالة تالتة، إن ممكن عندها د شرطة س تساوي صفر، بس بلاقي إن اضطراد الدالة لا يتغير، يعني معناها إن إشارة المشتقة على يمين ويسار هذه النقطة تاخد نفس الإشارة، وبنسمي دي نقطة حرجة وليست قيمة عظمى أو صغرى. يبقى عندي هنا 3 أنواع، إما المشتقة تساوي صفر تديني نقط حرجة للدالة، أو المشتقة غير معرفة، أو المشتقة برضه عندها دال شرطة س تساوي صفر ولكن إشارة المشتقة لا تتغير يمين ويسار النقطة. وهنا هنشوف في تعيين، أو هنربط تعيين فترات الاضطراد أو التزايد والتناقص بالنقط الحرجة مباشرة وبطريقة بسيطة جدا زي ما هنشوف في الأمثلة. بس نلاحظ أو ناخد بالنا من حاجة، إن أول حاجة بيهمنا تعيين إشارة المشتقة بالنسبة للدالة، فبنعتمد على تعيين أصفار المشتقة، وزي ما خدنا على قاعدة تعيين إشارات الدالة في أولى ثانوي بنعتمد على معامل س في الدرجة الأولى أو معامل س تربيع في الدرجة الثانية. وزي ما قلنا برضو هنا، إن في بعض الحالات هيطلب مني تعيين القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة للدالة، ودي غالبا بتكون على دوال معرفة على فترة محدودة مغلقة زي مثلا الفترة ألف وب. فبنعين القيم العظمى والصغرى المحلية عادي زي ما هنشوف، وبنعين قيمة الدالة عند طرفي الفترة، يعني بنجيب دال ألف ودالة ب، وبنشوف أكبر قيمة بنسميها قيمة عظمى مطلقة للدالة، وأقل قيمة في القيم بتاعتي بنسميها قيمة صغرى مطلقة للدالة. وهنشوف مثال، وزي ما قلنا طريقة الحل بتعتمد على فكرة بسيطة اللي هي تعيين الإشارات بالنسبة للمشتقة كدالة. فهنا بيقول المثال عين فترات التزايد والتناقص وكذلك النقط الحرجة ونوعها بالنسبة للدوال الآتية. فلو شفنا أول دالة بتقابلنا دالة كثيرة حدود، فأول حاجة بنعين المشتقة بتاعتي أو للدالة اللي هو مديها لي. فأول حاجة في نمرة واحد هجيب دال شرطة س هتساوي 6 س تربيع زائد 12 س ناقص 18. بجيب أصفار أو بقول عند النقط الحرجة زي ما شفنا في التعريف دال شرطة س تساوي صفر، وبساوي المشتقة بتاعتي بالصفر، يبقى 6 س تربيع زائد 12 س ناقص 18 تساوي صفر. ودي معادلة من الدرجة التانية بنحلها عادي. هنا طبعا أي معادلة بتكون قابلة للتبسيط بنبسطها، ممكن أقسم منها الأطراف على 6 بستنتج المعادلة س تربيع زائد 2 س ناقص 3 تساوي صفر. بحللها كمقدار ثلاثي عادي، س زائد 3 في س ناقص 1 تساوي صفر، وبستنتج منها قيم س. القوس الأولاني هيديني س تساوي سالب 3، القوس الثاني هيديني س تساوي 1، وتبقى هي دي عبارة عن النقط الحرجة اللي عندي للدالة. بعين النقط الحرجة بتاعتي أو أصفار المشتقة على خط الأعداد الحقيقية مع مراعاة طبعا الترتيب، بنرتبها من اليسار لليمين، الأصغر فالأكبر. خط الأعداد بيمتد طبعا من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية، وبحطها بترتيبها سالب 3 1، وبعين إشارة المشتقة على خط الأعداد. وناخد بالنا من تعيين إشارة
الدالة عموما. فزي ما قلنا إذا كانت من الدرجة الأولى فبيكون لها صفر واحد، وببدأ أحط الإشارات من اليمين لليسار، ببدأ بإشارة معامل س، إذا كان موجب ببدأ بموجب سالب وهكذا. إذا كانت من الدرجة التانية زي الدالة اللي قدامي ديت، فبعين الإشارات حسب معامل س تربيع، إذا كان موجب طبعا هنا معامل س تربيع موجب، فببدأ على الفترات اللي هي على خط الأعداد أو اللي جزأنا بها خط الأعداد بالأصفار بتاعتي أو النقط الحرجة بإشارة معامل س تربيع، يبقى هتبدأ بموجب سالب موجب، وهنا بتديني على طول أو مباشرة فترات التزايد والتناقص. فعلينا من سالب ما لا نهاية لسالب 3 المشتقة موجبة، يعني ده الشرطة س أكبر من الصفر، وأيضا من واحد لما لا نهاية. إذا معناها إن هنا الدالة في الفترتين دول دالة تزايدية. أما من سالب 3 إلى 1 حاليا إن المشتقة أقل من الصفر، ومعناها إن الدالة في الفترة دي تناقصية. فببدأ أقول له أولا فترات التزايد والتناقص، وهنا بذكر السبب، بقول له نمرة واحد ده شرطة س موجبة في الفترة، زي ما قلنا هنا فترتين من سالب ما لا نهاية إلى سالب 3، وطبعا بنعملها فترة مفتوحة لأن النقطة حرجة بتكون فاصل بين التزايد والتناقص، مع الفترة أو اتحاد الفترة واحد وما لا نهاية. وبناء على التعريف إذا الدالة تزايدية في هذه الفترة. حلايف ده الشرطة س سالبة يعني أقل من الصفر في الفترة اللي هي في النص اللي هي محصورة أو بتمتد من سالب 3 إلى 1، برضو فترة مفتوحة، يبقى إذن الدالة تناقصية في هذه الفترة. بعد كده يبقى أنا هنا عينت الاضطراد أو التزايد والتناقص، ببدأ برضو على نفس الخط بوضح التزايد والتناقص. هنا الفترة من سالب 3 الدالة التزايدية يعني قيم ص بتزيد، فبمثلها على الخط بهذا الشكل، وبعدين هنا بتتناقص يعني من بعد سالب 3 مباشرة، وبتبدأ في التزايد بعد كده. فزي ما قلنا النقط بتاعتي بتكون على خط الأعداد اللي هي النقط الحرجة اللي هي كانت عبارة عن سالب 3 وموجب 1، بحطها على خط الأعداد. طبعا نعمل خط اعداد واحد بس انا بكرره هنا عشان يبقى مصاحب للحل بتاعنا، المشتقة هنا موجبة زي ما قلنا سالبة موجبة. ممكن اوضح التزايد والتناقص على الخط، ادي تزايد يعني الصاد بتتزايد، بعدين بتبدأ هنا بعد سالب 3 تتناقص، بعدين تبدأ لواحد وعلى يمين الواحد بتبدأ تتزايد تاني. وواضح ان هنا دي قمة او بالنسبة لمنحنى الدالة فتعتبر قيمة عظمى محلية، وعند واحد هنا قاع اهوت فتعتبر قيمة صغرى محلية. فبقول له عند س، بس طبعا برضه حسب التعريف بفسره على الحل بتاعي، عند س تساوي سالب 3 ببدأ أدرس نوع النقطة الحرجة، نقطة حرجة للدالة. فبقول له قبل سالب 3 مباشرة يعني عند س أقل من سالب 3 المشتقة موجبة.
وعند سين أكبر من سالب تلاتة المشتقة سالبة، أقل من الصفر. إذن يوجد عند سين تساوي سالب تلاتة نقطة عظمى محلية للدالة، أو قيمة عظمى محلية للدالة. وإحنا قلنا القيمة العظمى هي قيمة صاد، فبنعوض في الدالة الأصلية وبنجيب قيمة صاد. لو عدنا بسالب تلاتة في الدالة بتاعتي هلاقي 2 في سالب تلاتة تكعيب زائد 6 في سالب تلاتة تربيع ناقص 18 في سالب تلاتة زائد 6، القيمة هتطلع 60، ويبقى النقطة بتاعتي سالب 63، بنسميها نقطة عظمى محلية للدالة، والقيمة العظمى اللي هي قيمة صاد اللي هي 60. برضو بنفس الطريقة باجي أقول له عند س تساوي 1، زي ما قلنا احنا بنعرف مقدما نوع القيمة سواء عظمى أو صغرى من على خط الأعداد، ولكن هنا لازم أفسر حسب التعريف. بقول له عند س أقل من 1 المشتقة بتاعتي سالبة يعني أقل من الصفر، عند س أكبر من 1 المشتقة بتاعتي أكبر من الصفر، وبالتالي عند س تساوي 1 دي بنسميها نقطة أو قيمة صغرى محلية للدالة. وبعوض برضو في الدالة الأصلية عشان أجيب قيمة صاد المناظرة، أعوض بواحد في الدالة بتاعتي اللي هي 2 في 1 تكعيب زائد 6 في 1 تربيع ناقص 18 في 1 زائد 6، فبحصل على قيمة صاد أو القيمة الصغرى بتاعتي، وبتكون عبارة عن سالب 4. ويبقى إذا النقطة بتاعتي اللي هي عبارة عن 1 وسالب 4 بنسميها نقطة صغرى محلية للدالة، والقيمة الصغرى بتاعتي هي عبارة عن سالب 4 اللي هي قيمة صاد. هنيجي في المثال الثاني اللي هو د س تساوي س ناقص 4 على س. برضه هنبدأ هنا نجيب المشتق، د س تساوي س زائد 4 على س. أول حاجة زي ما قلنا بنجيب المشتق، يبقى أجيب د شرطة س. هنا ممكن أعالج الدالة على أساس أجيب المشتقة طريقة أبسط، بدل ما نعتبر ده كسر أو بسط المقام، اللي هي س زائد 4 س أس سالب 1، وأجيب المشتقة بتاعتي، طبعا مشتقة س بواحد سالب 4 س أس سالب 2. هنا ممكن برضو أعالج الأس السالب أرجعه تاني، يبقى د شرطة س تساوي 1 ناقص 4، وبنزل الأس تحت وغير الإشارة، وبقول عند د شرطة س تساوي 0 عشان أجيب النقط الحرجة، يبقى 1 ناقص 4 على س تربيع تساوي 0، وبستنتج من هنا إن س تربيع تساوي 4. طبعا لو سواء حدنا المقام س تربيع ناقص 4 س تربيع تساوي 0 وضربنا الطرفين هنطلع على طول بالمعادلة بتاعتي س تربيع تساوي 4، وبجيب قيم س باخد الجذر موجب أو سالب جذر 4 اللي بيطلع لها قيمتين موجب أو سالب 2. ويبقى عندي هنا نقطتين من النقط الحرجة عند س تساوي 2 وعند س تساوي سالب 2، ببدأ أمثلها على خط الأعداد الحقيقية. اللي عندي من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية،
طبعا مع مراعاة الترتيب في القيم من اليسار اليمين سالب 2 موجب 2، وببدأ أعين إشارة المشتقة بتاعتي. هنا المشتقة بتاعتي 1 ناقص 4 على س تربيع، وهنا عشان أعين إشارتها هرجع للصورة ديت اللي هي 1 ناقص 4 على س تربيع بتاعتي، وممكن أخليها زي ما قلنا لو وحدنا المقام س تربيع ناقص 4 الكل على س تربيع. واضح المقام هنا مربع كامل اللي هو س تربيع، يعني دائما موجب. إذا الإشارات بتاعتي هي عبارة عن إشارات الإيه؟ البسط، ودي دالة تربيع معامل س تربيع موجب، يبقى الإشارات بتاعتها موجب سالب موجب. وزي ما قلنا إشارات المقام دائما موجبة، فلو قسمنا ودايما لما يكون عند كسر بقسم إشارات البسط على إشارات المقام إنه مربع كامل، يبقى الناتج النهائي بتاع الإشارات لو قسمت الإشارات عبارة عن موجب سالب موجب. برضو هنا ممكن أعين التزايد والتناقص على الخط، يبقى هنا الدالة واضح إنها تزايدية، بعد كده بتبدأ تتناقص وبعدين تبدأ تتزايد تاني. فواضح هنا أول حاجة برضو هعين الاضطراد أو فترات التزايد والتناقص، يبقى أولا فترات تزايد وتناقص الدالة، يبقى نمرة 1 بقول له في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى سالب 2 اتحاد 2 وما لا نهاية، فترة برضو مفتوحة، المشتقة بتاعتي موجبة أكبر من الصفر، إذن الدالة تزايدية في هذه الفترة. وهنلاحظ إن الدالة في الفترة سالب 2 و2 اللي هي الفترة في النص هتكون تناقصية لأن المشتقة سالبة، يبقى إذن في الفترة سالب 2 و2 برضو مفتوحة المشتقة عندي أقل من الصفر، إذن الدالة تناقصية في هذه الفترة. بعد كده هنبدأ ثانيا هنعين بقى نوع النقطة الحرجة بتاعتي، وزي ما قلنا هوضحها تاني على الخط، إن عندي أصفار المشتقة اللي هي النقطة الحرجة سالب 2 و2 ببدأ أوضح الإشارات الأخيرة أنا وصلت لها موجب سالب موجب، أوضح التزايد زي ما قلنا صاد بتتزايد نعملها سهم إلى أعلى، وبعدين هنا بتتناقص اللي هي الدالة، وبعدين تبدأ في التزايد. واضح إن دي قمة، فدي قيمة عظمى محلية، ودي قاعيات فيها قيمة صغرى محلية. فبقول له أولا أو نمرة 1 عند س تساوي سالب 2، س أقل من سالب 2 د شرطة س اللي هي المشتقة أكبر من الصفر، س أكبر من سالب 2 د شرطة س أقل من الصفر، إذن عند س تساوي سالب 2 قيمة عظمى محلية للدالة، وبعوض في الدالة الأصلية أجيب قيمة ص اللي هي س زائد 4 على س، فهتطلع ص هنا بسالب 4، يبقى النقطة بتاعتي اللي هي عبارة عن سالب 2 وسالب 4 نقطة عظمى محلية للدالة. أما القيمة العظمى نفسها هي اللي هي قيمة ص اللي هي سالب 4. نفس الطريقة عند س تساوي 2
بقول له عند س أقل من 2، المشتقة بتاعتي واضح أقل من الصفر سالبة، س أكبر من 2 المشتقة بتاعتي موجبة، وبالتالي عند س تساوي 2 قيمة صغرى محلية للدالة. ويبقى النقطة بتاعتي عبارة عن 2 بعد ما نعوض في الدالة الأصلية ناقص قيمة ص ب4، دي بنسميها نقطة صغرى محلية، أو القيمة الصغرى المحلية بتاعتي قيمة ص اللي هي 4. ويبقى هنا عينا الاضطراد أو فترات التزايد والتناقص وكذلك النقط الحرجة ونوعها بالنسبة للدالة. إذن هنا واضح إن إحنا بنعتمد اعتماد كلي على إيجاد أولا المشتقة، وبعدين بنعين أصفارها عشان نجيب إشاراتها على خط الأعداد، والإشارات هي عبارة عن التزايد والتناقص، وأصفار المشتقة اللي جبناها هي النقط الحرجة، وبنعين نوعها وبتبقى واضحة قدامي على خط الأعداد، ولكن بنطبق التعريف زي ما شفنا. وطبعا نتقابل إن شاء الله في الدرس اللي جاي القادم عشان نكمل أفكار ومثال 3 و4 الخاص بفترات التزايد والتناقص وكذلك النقط الحرجة للدالة. شكرا.